ينضم إلينا من الرباط الإعلامية الرياضية سيد خالد ياسين. مرحبا بك سيد ياسين معنا. بداية، ما هي المعايير المعتمدة من الفيفا في تقييمها للمنتخبات؟ مساء الخير عليكم، أنا أتحدث إليكم من مدينة طنجة عروس شمال المغرب وليس من مرحبا. العاصمة الرباط، ولكن حتى وإن كنا في الرباط أو في طنجة فأجزاء المملكة وربع المملكة متلاحمة. طبعا المعايير التي تعتمدها الفيفا هي معايير مختلفة تم تعديلها قبل 5 أعوام حتى تبقى ملائمة وتكون منصفة ربما لأداء المنتخبات ونتائج المنتخبات، ولكن أنا باعتقادي أن هذه المعايير هي حاولت أن تجتهد وتكون منصفة لهذه المنتخبات، ولكن في نهاية المطاف لا يمكن أن تشكل معيارا حقيقيا على أن من يتزعم الترتيب العالمي هو المرشح الأول أو هو القادر على أن يفوز بكأس العالم، بدليل أن بلجيكا تزعمت هذا الترتيب على امتداد 3 أعوام وخرجت من الدور الأول في كأس العالم. هذا بالطبع تعطينا فقط صورة تقريبية أو تحدد لنا المنتخبات التي توضع على رأس القائمة، ولكن في رقعة الميدان لا تعني شيء، لأن كرة القدم لا تعترف بهذه الأرقام وبهذه الترتيبات وتخضع دائما لعنصر المفاجأة وعنصر التحضير وعنصر الاستعداد البسيكولوجي والبدني والفني. شاهدنا مثلا في كأس العالم في قطر كيف أن المنتخب المغربي لم يكن المرشح واستطاع أن يصل المربع الذهبي، وبعد ذلك الإنجاز ارتقى إلى المركز 12 عالميا. اليوم أن يعود المغرب إلى المركز 13 بعد أن كان في المركز 14 هذا شيء عادي، في الشهر القادم ممكن أن يصعد إلى 11، ممكن أن يتراجع إلى 14، أي أن الفارق بينه وبين منتخبات أخرى ليس كبير. حتى على مستوى صدارة الترتيب الأرجنتين تتزعم هذا الترتيب بفارق 10 نقاط عن فرنسا، لو فرنسا فازت في المباراة الأخيرة على ألمانيا التي خسرها لكان الفارق أقل بكثير مما هو. هناك شهر قادم، هناك أيضا استحقاقات قادمة، ممكن لهذا الترتيب أن يتغير، ولكن بصورة عامة أعتقد أن هناك نوع من القيمة التي تعطى للمسابقات الرسمية. مثلا في كأس العالم أن تمر هناك عدد النقاط الممنوحة في حال الفوز يضاعف ب60 نقطة، في حال ما أنت أجريت مباراة ودية وهي خارج تواريخ فيفا هي 5 مرات أو 10 مرات حينما تكون في تواريخ الفيفا. هناك مسابقات قارية لديها تنقيط معين، أعتقد أن القفزة النوعية التي حققها المنتخب المغربي كانت بفضل كأس العالم، وكل ما كانت مسابقة قارية أو عالمية إلا وتعطي إمكانية لكي نتقدم بصورة عملاقة في الترتيب العالمي. طيب، أن تكون يعني حتى لو هي فرق صور قليل فهذا نعم شيء ممكن يتغير. تفضل. إذا كان فقط فرق صغير فبالإمكان أن يتم تداركه في أي تاريخ قادم من تواريخ